التقوى للعلماء في تعريفها مشارب ومناحي متعددة، فبعض العلماء يرى أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وعرفها آخرون بقولهم هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وعرفها آخرون بأنها هي ترك الذنوب، كما قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك هو التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعرفها آخرون بقولهم هي أن تتخذ من عذاب الله جل وعلا وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو المشهور. فعلى المسلم أن يحذر عقاب الله وأن يرجو ثواب الله، وذلك بفعل الأمر واجتناب النهي.